ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ نتمنى يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسلام، كله متابعي وثائقي من الواقع. انا اخوكم مجدي عبد الغني. جالنا استفسارات كتير عن النص مليم، وهل فعلا سعره وصل المئات والالاف، وهل فعلا في عملات ان هي في بداية الندرة بتاعتها، لان زي ما حضراتكم عارفين ان اي عملة سواء مصرية او عالمية وهواة جمع العملة القديمة والتذكارية، العملات دي حسب العرض والطلب بتاعها، ومن ضمن العملات دي فعلا اللي حاليا سعر الطلب بتاعه ارتفع سواء عبر محلات هواة جمع العملة او المواقع الالكترونية، اللي هو النص مليم، السلطنة المصرية او السلطان حسين كامل. ده اللي هنعرفه مع بعض باذن الله خلال دقيقتين اتنين. بس فضلا منكم ما تنساش اللايك والكومنت الجميل، لان ده بيدعمنا ان احنا نصل لاكبر عدد من المتابعين الجمال زي حضراتكم. ولو اول مره تشوفنا ادعمنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الاشعارات علشان يوصل حضرتك كل جديد. مبدئيا لازم في بعض الحاجات بتنطبق على العملة، وبناء عليه بيتم فعلا ارتفاع سعر العملة دي. زي العملة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، لازم نبقى احنا عارفين الخصائص الظاهرية بتاعتها، او نبقى احنا عارفين شكل العملة وايه اللي مكتوب عليها وليه هو سعرها مرتفع. زي العملة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة واللي هي السلطنة المصرية، واللي مكتوب تحتها نص مليم باللغتين العربية والانجليزية، وايضا التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي 1335 1917، والخلفية بتاعتها مكتوب عليها السلطان حسين كامل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معانا ده، اللي هو الحروف المتداخلة مع بعضها، والتاريخ 1333 تحت السلطان حسين كامل، وأيضا التركيبة بتاعتها هي من البرونز، والحافة بتاعتها ملساء أو ناعمة يعني غير مشرشرة، والوزن بتاعها 3 جرام فاصل 33 من 100 من الجرام، ودولة الصك بتاعتها كانت دولة الهند، لأن طبعا مصلحة صك العملة بدأت العمل بتاعها أو صك العملات المصرية في مصر بعد ثورة 52، وزي ما كنا ذكرنا في فيديوهات سابقة قبل كده. بالنسبة للقطر بتاعها فهو 20 ملي متر، وكمية الصك بتاعتها تقريبا 4 مليون قطعة، يعني ده اللي ثابت في سجلات مصلحة صك العملة المصرية، يزيد أو يقل قليلا إنما هو الثابت 4 مليون قطعة تمت من النص مليم. وللعلم هي القطعة الوحيدة اللي بتحمل نص مليم للسلطان حسين كامل. هنوصل هنا لأهم حاجة واللي هو السعر بتاعها. طبعا السعر بتاع النص مليم ده كان بيبدأ من 30 جنيه، بيصل لحد 50 و70 ولحد 100 جنيه حسب حالة الأنصر منها. دلوقتي في محلات هواة جمع العملة بيبدأ من 200 جنيه وبيصل حتى 400 و500 جنيه بالنسبة لحالة الأنصر منها، وخصوصا ان هي كانت عملة متداولة، يعني خصوصا ان هي العملة دي كانت عملة متداولة، فممكن حضرتك هتلاقيها ان هي متهانة او متخربشة او ممسوح بعض الاجزاء من الكتابات اللي على العملة. بالنسبة للمواقع الالكترونية بتبدأ من 700 جنيه وبتصل حتى 1500 و2000 جنيه، يعني السعر بتاعها بدأ فيه تزايد غير عادي، لأنها فعلا بقت من النوادر، رغم إن هي كان انصق منها 4 مليون قطعة، إنما هي أيضا من النوادر، لأن طبعا حضراتكم عارفين إن هي تجاوزت 100 عام النهاردة، فالعملة دي نادر إن أنت الحصول عليها. دي الأسعار بتاعتها الحالية والأسعار بتاعتها بتاعت اليوم النهاردة وقت تسجيل الحلقة دي مع حضراتكم. وبنذكر حضراتكم برضو إن احنا بنتكلم عن العملات التذكارية والعملات المتداولة، ومش بنتكلم عن العملات الأثرية. نرجو إن احنا نكون أفدنا حضراتكم في دقيقتين اتنين، ولو في أي حاجة سيبها لنا في التعليقات وإن شاء الله نرد عليكم بفيديو مباشر. طيبتم في أمان الله.